هذا الفيديو راح نتعرف على تصميم الآلة اللي أنت تعرضها للمستخدم إذا كان على سبيل المثال خطأ في كلمة السر أو لا يعني فد أمور معينة تريد توضحها في الصفحة. الآلرت هو يتطبق على الديف، وهذه الديف راح تعطيها كلاس رئيسي يسمونه آلرت. هذا الكلاس أيضا يمكن أنه تغير فيه الباك جراوند الخاصة في الآلرت، فتطبق عليها كلاس آخر اللي هو خاص بالألوان، سواء كان عبارة عن انفو أو دارك أو دانجر، فنطبق الآن دانجر. النص الرئيسي اللي هو راح يكون داخل الالرت اللي هو راح ينعرض داخل الصفحة، مثلا هنالك خطأ في المعلومات أساسية. لمن الآن أصبح عندك alert وهذا هو النص داخل الالرت، يمكن انه تضيف شيء اخر يسمونه alert dismissible. هذا alert dismissible يسمح لك انه ايش تضيف button خاص في اغلاق الالرت، فراح نضيف button داخل هذه الديف، وهذا راح نطبق عليه كلاس يسمونها كلاس كلوز، ونقول له هنا مع على سبيل المثال اخفاء. لاحظ لما تجي الى اللايف اصبح عندنا alert هذا النص اللي هو يكون داخل الديف، وعندنا اخفاء اللي هي الشيء الخاص في البوتون الخاص في الديسموسبل. اوكي، اذا هذا هو كل ما موجود في الالرت.